مرحبا يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحبا مرحبا يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإلى الرجال كتير بشحني كتير جوعان. يو ليش ما هو أسوي لك يو؟ أوف، هما بس بيجيبوا أكل من الماجو أو من أي مكان أنا رح أصير أحلى بكتير من الجواهر. هلا بدي اروح اجيب الجوال عشان اتصل على هذا. الو، مرحبا بدي اثنين بنجر واثنين من السلطه هذيك اللي عندكم. شو قصدي هاي السلطه؟ سلطه غريبه كثير وبدي منها. جيب لي اثنين سلطه. طيب هلا انا خلصت مكالمة، بدي اروح اجيب شو اسمه هذا عشان اصور. يلا انا بذكر اني كنت حطاه هنا. طيب هذا هو. هلا بدي اروح انزل تحت عشان احطه على الطاوله وبعدين استنى. طيب هلا حطيته على الطاوله، هلا بدي اروح اقعد. مش كأنه في حدا قاعد بدق الباب، خليني أروح أشوف. الطبيبي وصلت. يس، بدي أرقص. يلا، أيوة هيك راح أسافر على كوريا عشان أصير أحلى من جواهر. أيوة. طيب هلا بدي أرتب كل الأكل عشان أبلش تصوير. طيب هلا رتبت كل الأكل. لحظة، أول إشي بدي أشيل هذا الماسك. اللي على وجهي. الحمد لله هيك خلصت أكل. بدي أروح على الحمام عشان أروح أعملها. منتجت الفيديو، حطيت له كل اشي، حطيت له عنوان وكل اشي كل اشي. اوف كثير تعبت، بدي اروح ارتاح شوي. اوه كثير رجلي بوجعوني حتى ظهري. الله خير، راح اسافر على كوريا. راح احط شنطتي هنا. بدي ادخل. هلا بدي ادور مكان اقعد فيه. قاعد. ايوه يا روان. ايش في؟ خليني اروح اشوف اذا حمل الفيديو ولا لا. ايوه حمل. هلا بدي اتفرج عليه واحط لي لايك على جو. على الفيديو. هيني حطيت له لايك، حطيت له سبسكرايب. ايوه. بس حلوين ها.
لكم نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تعجبكم الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك.